أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيسي هيئتي الأركان المشتركة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقا على الرد بقوة على أحدث صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية، بما في ذلك إجراءات عسكرية محتملة. وذكر دبلوماسيون أن واشنطن وسول وطوكيو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل بحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان. قال الجيش العراقي إنه يواجه مقاومة عنيفة من مقاتلي تنظيم داعش في بلدة العياضية في تل عفر. وأضاف الجيش أن هناك تباطؤاً في تقدم القوات العراقية المشتركة إلى العياضية بسبب قناصة داعش المنتشرة فوق المباني والألغام والقنابل المزروعة على الطرق. قتل 11 شخصاً وأصيب 26 آخرون بجروح في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، وسرعان ما تبناه تنظيم داعش. وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة إن سيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار في مدينة الصدر، وأشار ضابط الشرطة إلى وجود عدد من أفراد الأمن بين القتلى والجرحى. قال ناشطون سوريون إنه تم العثور على 150 جثة في نهر الفرات أعدمها أفراد تنظيم داعش في منطقة ريف دير الزور. ونقلت مصادر إعلامية عن شهود عيان قولهم إن الجثث مصابة معظمها بطلقات نارية في الرأس، ويعتقد أنها تعود إلى أهالي قرى أبو حمد وزور شمر. قامت فرق ليبية مكونة من الجيش الوطني الليبي والضفادع البشرية بالتعاون مع إدارة مينائي بنغازي وجليانا البحريين بإطلاق حملة لتنظيف هذه الموانئ من مخلفات الحرب التي شهدتها خلال أكثر من 3 أعوام قبل تحرير المدينة من احتلال داعش والقاعدة. وأثناء بحث الغطاسين في حوض الميناء تم العثور على عدد كبير من الصواريخ والقذائف التي يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية. وصف سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة قطر بأنها قوة هدم في المنطقة. ونفى العتيبة في تصريحات له لمجلة أتلانتيك الأمريكية ما تدعيه قطر بشأن حصارها، لافتا إلى أن القطريين لا يعانون من مجاعة، كما أن الموانئ والمطارات مفتوحة، مشددا على أن الإجراءات بحق الدوحة اتخذت لحماية أمن الدول الرباعية العربية. الموجز إلى اللقاء.